من المتصلين وحتى اللي علقوا ذكروا إنه هذا ملح الحياة. إذن المشاكل أمر ضروري وأمر لابد منه، لا تخلو فيها الحياة منذ بدأت الخليقة والمشاكل موجودة ولن تنتهي المشاكل أبدا. لكن يبقى أن نتعرف على أو أن نفهم جذر المشاكل وآلية التصرف مع المشاكل وكيف تستقيم الحياة لتبدو الحياة في تناغم مع وجود هذه المشاكل أمر ضروري ولا بد من أن نتفاعل وأن نتعود عليه. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الأستوديو الأستاذ حمزة الحمزاوي، دكتور وخبير استشاري في علوم التفوق والتطوير الذاتي والمؤسساتي. حياكم الله دكتور حمزة، أهلا ومرحبا فيكم. أهلا وسهلا فيكم، بارك الله فيكم. كيف الأمور دكتور؟ تمام تمام الحمد لله. شو آخر مشكلة واجهتها دكتور؟ رح أبدأ معك بمناسبة الهجرة الآن. نعم. الناس بتقول عادة كل عام بخير، جميل، لكن أنا حقلك أنت الخير لكل عام. الله يخلي لي عينك يا رب. وكل مستمع الآن هو الخير لكل عام بإذن الله. إذا بدأنا نفهم هالجملة نفسها بدأنا نحل مشاكلنا. جميل. في فرق شاسع بين كلمة كل عام أنت بخير، إذا كان في خير بهذا العام فلي عمك. أيوة. بين أن تكون أنت صانع هذا الخير، يعني الخير بحل ليس في هذا العام، في كل عام، في كل أنت عام. الخير لكل عام. يا سلام. فيبدأ الخير منك أنت. يا سلام. كما يا أنه سلام. موضوع المشاكل اللي نتكلم فيها. نعم. هي عمليا لا علاقة بالاعتبارات الشخصية أصلا. نعم. أنا ما أعتبره ربما مشكلة، أنت تعتبره ممكن متعة، فرصة. فرصة. كيف نلعب شطرنج مثلا مع جميل. بعض. جميل. في واحد بحس إنه شطرنج كما تعقدت أكثر كما حليت اللعبة. وفي ناس بالعكس من تاني يعني خلاص استسلمت وانسحبت ما بدي. أيوة. فكتير مهم جدا نفهم نحن مين نحن اصلا. انت متبع كل عام بخير، انت مفعول به دائما، انت المتاثر، انت الريشه في مهب الريح، انت الكلمه بتاخذك بتجيبك، انت اللي شبح مشكله بتعمل لك كارثه ولا لا، انت اللي بكل بساطه انت الخير، انت صانع الخير، انت اللي بتتحدى اي شكل من اشكال المشاكل. بعدين في مشكله حقيقيه انه ما يكون في مشكله اصلا. ايوه في مشكله. أيوة. حقيقيه يكون مشكله. ليه؟ الروتين هو عدو الذهن والعقل والفكر والصحه والعافيه والانطلاقه الحياتيه يعني كلها. الروتين بحد ذاته هو مشكله قاسيه، فلذلك تجيك المشكله شو بتعمل لك؟ بتحركك ضد الروتين. أيوة. غصبا عنك خليك تخرج من الروتين اصلا، خلي ذهنك هيك عادي صافي، ما عندك مشاكل نهائيا. للاسف المكنه التي لا تعمل تصدع، والعضله التي لا تعمل تضمر، والذهن الذي لا يعمل يضمحل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى من نعمه علينا بيبعث لنا هذه المشاكل. يعني مشاكل نعمة وليست نقمة دكتور. طبعا على حسب. أيوة. طبعا انت شلون بتشوفها، كيف تتفاعل معها. احنا هون اللي بدنا نشوفه دكتور، وبدنا نسلط الضوء عليه. فهمنا لطبيعة المشكلة. طيب. يا ترى هل المشكلة انه بدنا نبحث عن جذورها حتى نقرر انه هي نعمة ام نقمة، ام دائما الانسان لما تجي له مشكلة يعتبرها فرصة ويحاول يحولها لهيك؟ جميل. شوف هلا حتى من سؤالك حنستنبط، نعمل لك تحليل وتركيب فورا مباشرة على سؤالك ذاته. طيب شوف طبعا. في عنا شيء اسمه بقول لك وعي الذات، وعي ذاتك انت. عنا مشكلة كتير كبيرة انه انا ما اعرف مين انا اصلا. وبالتالي لما بدي واجه الحياة كلها بحلوها ومرها ممكن تصير كلها مشاكل بناء على انا مين انا. أيوه. فاول ركن لوعي المشكلة وعي ذاتي. يا سلام. ففي عندنا شيء اسمه البرمجة اللغوية العصبية مثلا، شيء اسمه البرامج العقلية، البرامج العقلية، برنامج غير برنامجك، وهذا بيجي معك من الولادة. نعم. في شخص اسمه استسهالي، في شخص اسمه استصعابي. طيب. يعني روح جيب لنا كاسة مي، يا الله هلا صعبة وبرد وناس ما في مي، ويمكن ما استصعابي، أبسط الأمور ما لها مشكلة، هو بيعملها مشكلة. ايوه فهمت. في ناس اسمه استسهالي. يعني هو يستعذب بالأصل القفز فوق الحواجز أصلا، يعني هو يستعذب. أيوة. الأمور المهام الصعبة يعني تعطيه مهام بسيطة تحديات. أيوة. أيوة. واعتبرها عادي جدا، يعني هو يا هيك يا بلا، يعني هيك. أيوة. الحياة بالأصل لازم تكون. فهمت عليك. فهذا برنامج عقلي سبقي. تمام. غيره في واحد اسمه جبهوي، واحد اسمه قفوي. الجبهوي تبع الجبهة، قفوي تبع القفا. الجبهويين دول مواجهة، بيحبوا الاقتحام، يعني لو شافوا تجمع من الناس، جمع من الناس، بده يروح يشوف شو فيه.
لازم ما بيحسن لازم ابدا. ايوه نفس المشهد هذا الشخص اللي يسميه الابكي عادي او القفوي لازم يبعد عن ما لي علاقه خليني بعيد عن الشر والنيلو والحيط الحيط يا ربي أيوة. ستره و... أيوة. وما بعرف ليش لا تلم بور ولا تنام بين ايش لا تنام بين البور ولا اشوف انا ما توحشه باب يجيك منه الريح سده وسريح. هذا برنامج اصلا تفكيري يعني طالع هالامثال شكله من هاي الفئه. ايوه طبعا هذه الفئه أيوة. بالضبط أيوة. تماما. عندك شيء اسمه برنامج عقلي بحد ذاته انت اكيد بتعرفوا هذا المثال بارجوكم طبعا نص الكاسه الكاسه مليانه ولا فاضيه تمام فبتروح لشيء اسمه المتشائم والمتفائل. طيب فهذا كمان برنامج عقلي هذا كله له علاقه بالذات. يا سلام. انت بتشوف اصلا كيف الامور واحد بيشوفه نصه مليان واحد بيشوفه فاضي واحد بيشوفه كله مليان نصه مي ونصه هواء بس مليان بيشوفه مليان صحيح لانه خلص كاسه مليانه مليانه وهكذا أيوة. فهذا كمان له علاقه انت برؤيتك انت تفاعلك انت. جميل جميل. في شيء الان لما انت سالتني قلت لك بدنا نعمل لك تحليل لشخصيتك اسمه الفلسفي والعملي. الفلسفي لازم نبحث عن جذور المشكله لازم نرجع للماضي نشوف ليش هيك صار ومين هيك عمل وشو الاسباب اللي ايش التي ادت الموضوع. هذول اسمهم وجهه الفلسفيه لازم يفهم كل شيء لماذا عنده السؤال الرئيسي براسه لماذا. تمام. بينما في توجه اخر بيقول لك اخي شو بدك بلماذا شو بدك بالجذور هلا انا عمليا عندي مشكله كيف اخرج منها اعطيني طريقه عمليه اللي 1 2 3 اطلع منها. فهذول اصحاب الطريقه العمليه ما بيفوت ما بده يشوف ماضي خليني ذا نيكست يلا اللي بعده. هو الفكره دكتور انه ما مشان انه يشوف هذول اصحاب النظره الفلسفيه وشو بقول لك انت اذا كان في عندك مشكله ما وما عرفت جذره الحل اللي عم تحله بتكون عم تحل ظاهر المشكله ما حلت يعني رح ترجع المشكله وتطفو الى السطح مره. هذا بالضبط اللي بيقوله اصحاب النظره الفلسفيه اذا انك منهم والله اعلم. لا انا عم دافع عنه تورطنا نحن ما في مشكله هو كل في كل خير. شوف ربك ما خلق انسان اصلا عبث يعني هو... كل تفكير له طريقته. طب تمام خليني انا ما عم اقول لك اتبنى هاي وجهه تمام اتبنى وجهه النظر هي لحتى اقل ما فيها نفهم شو بدنا نتصرف. حلو يعني هذا ما عم بحكي انه هذا بيلغي هذا عشان تنتبه ما في واحد احسن من واحد. لا لا جميل جميل. هذا لو ما موجود عندنا مشكله هذا لو ما موجود عندنا مشكله. حلو. فالله سبحانه وتعالى لما نوع من البشر وطرائق التفكير وبرامج العقليه معنا عبث رب جميل. الحكيم جميل. الخبير البصير لا إله إلا الله. فلازم يوجد الشخص اللي بده يحل الجذور لازم عندنا الشخص اللي بده يطلع للحلول. جميل. لازم يكون عندنا الاثنين. طيب تمام. ما بصير انك تكون اصلا تمضي حياتك لوحدك. شوف انت بتمضي حياتك انت واخواتك انت وامك وابوك انت وزوجتك انت واولادك انت ورفقاتك لازم يكون في عندنا وجهات نظر متعدده. صحيح 100%. وهنا المشاكل ان الغيك والغي وجهه نظرك والغي طريقه تفكيرك. تمام. هذه من المشاكل. من المشاكل طبعا. اما من الصح ان نشوف اصلا كل واحد يشوف من زاويته. جميل. ربما يكون الان بهالمشكله الصح فيها هو طريقتك انت وهي المشكلة قد تكون لا انا طريقتي احسن وفي مشكلة قد تكون الدمج بين طريقتي وطريقتك. يا سلام جميل. بالنتيجة كل هذا يتمحور حول فكرة كلمة وعي ذاتك انت مين. جميل. هذول الاشياء سبحان الله هذه الافكار كلها عم بذكر لك اياها تظهر معانا منذ الطفولة الاولى يعني من لحظة ما بتولد انت بتظهر عنا انت مين انت من هذا النمط ومن هذا النمط. تمام. لساعتها بتكون بيبي محمول يعني تيجي بتقول له تعال اخذك مشوار تعمل لك تش باللهجة الشامية تش تشوى فواحد بيترك أبوه وأمه وبينكب عليك مباشرة بيروح معك أخي بقى عيلته بساينتين خلينا ننطلق للحياة مين ما كان يكون. نعم. واحد لا بالعكس انت عم تبتسم وعم تقول له تعال حبيبي وتعمل ايه يبكي وتعاني أبوه وبيعاني أمه إلى آخره كأنك أخذها هذا من لحظة ايش البيبي لساته. تمام. تمام تمام. فسبحان الله هذا برنامج عقلي على الوالدين ادراك ان اولادهم من اي نمط دغري من هون صغار من هون بقى بيعرف ان شلون بده يتعامل معه. مسؤوليه الوالدين من صفر لحسن بلوغك يفترض الوالدين هن اللي يتبهوا لهذا الموضوع. طيب. وان يشتغلوا على لما يشوف عندنا ازمه معينه مثلا الولد انسحابي موضوع الحل في واحد بيحب انا سمعتك لان ما انت تناقش الناس في ناس بتحل تبع حلول سريعه في ناس بتحل حلول بطيئه. هو أصلاً. ليش نحن عم نحكي هذا الشيء دكتور هون نمط الحياه في تركيا بالنسبه للشباب يعني معلش خليني فوت شويه بالواقع مشاكل كثيره صح مشاكل ضخمه ومشاكل احيانا هن مو متوقعينها اول مره عم يشوفوها جايين كل معظم الناس جاي من الشام متعودين على نمط مشاكل متعودين لما يحلها يلاقي العزوه حواليه ومتعود لما يحلها احيانا يحلها بطريقه ملتويه هيك كان الموضع اجى لهون في كثير ناس في كثير ناس دكتور هربت من الواقع هربت من مشاكل برافو عليك وشو عملت فاتت في متاهات ودهاليز خلقت له مشاكل اخرى باعتقاده عم يهرب من الواقع. جميل. نحن دكتور بدنا نقول لهم للشباب والاخوه ولا لنا نحن
مشاكل المتجددة هون نتيجة اختلاف بيئة واختلاف قوانين واختلاف طباع واختلاف، كيف نحلها؟ شو نساوي؟ أول شيء متمناك أول حكاية ترجع على ذاتك وعلى نفسك. تمام. واحد رجعنا خلصنا من وعي ذاته نفترض، أو عطينا عنه نبذات بسيطة. جميل رائع. نروح لوعي المشكلة. طبيعة المشكلة من وعي طبيعة المشكلة لازم نكون عنا فهم المشكلة هي أصلاً مشكلة ولا ناشئة عن فقدان أنا ربما ثقتي أو وعي أو عدم إدراكي أو عدم فهمي. طبعاً أكيد في اختلاف ثقافي واختلاف لغة واختلاف 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 واختلاف، ما بدي اعتبر ان هذول مشاكل اصلا. اول شيء غير لي كلمه مشكلين حط كلمه تحديات جديده. يا سلام عليك، هاي اول فكره. يا سلام، بدي بلش برمج عقلي انا اصلا كيف بدي افهم هالمشكله، هي اما بتسيطر علي بتبلعني او انا بسيطر عليها وبتحكم فيها. يا سلام. في صعوبات، في صعوبات، انا ما بتكلم لغه تركيه حتى بالاشاره بجوز ما يفهموا علي مثلا انا فعلا اختلف معي كل شيء، الحساب الاقتصادي فرق معي، السكن اختلف معي، الطعام والشراب اختلف، الهواء اللي بتنفسه اختلف معي. صحيح. هذا كله فرصه جديده للتجدد، انك تنتقل من حال الى حال، تعتبر ولاده جديده، تعتبر انه هذه التحديات الان ستصقل شخصيتك وهتخلق منك شخص ثاني. يا سلام. اما اذا انا بدي اتمسك بالماضي وانكمش وانسحب وتهرب وما اعرف ايش والى اخره، للاسف انت عم تعمل مشكله، انت عم تخلق المشكله والمشكله بتبلعك بتصير اكبر منك بكثير فعلا. ايوه. فلذلك نحن بنقول في عنا قواعد للسيطره على المشكله، منها مثلا كبر دماغك، كبر مخك تصغر مشكلتك. ايوه. ما بدك كبر مشكلتك وصغر مخك. بالعكس يعني. ابدا سبحان الله. أيوة. هذا من جهه. عنا يا مشكله صغيره تكبرها لا تضخمها، خليها بحدودها، هي صغيره تحلها من بدايتها، لا تخليها تتفاقم. عندي نخل صغير بسني عمل لي شويه لمعه، طنش كبرت انت كبرت المشكله. طيب بالعكس، عندي مشكله عن حق كبيره، ليش لا تشوفها كبيره؟ جزئها، اعطينيها اجزاء 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 اجزاء. أيوة. هيك الاستراتيجيات، يعني جزئها للمشكله، جزئ مشكلتك واحده واحده. شو بيجي انا بقول المصايب تجي كلها مجتمعه مع بعض البعض، لا عندي شغل ولا عندي مدري ايه. هدي اعصابك، اول شيء نرفز ما تخليك تشوف شيء نهائيا. صح. خذ شهيق وزفير، صحيح عندك مشكله ولازم نطبطب عليك ولازم نحاح عليك ولازم نفهم وضعك، لكن تعال نكتب المشكله كتابه، لا تحكي لي اياها، مش روايات. تعال نكتبها كتابه، 1 2 3 4 5 ونجزئها فعلا. عندي كل وحده بند لوحدها، كل وحده لها طريقه في الحل لوحدها. يا سلام يا سلام. من ضمن القواعد الرائعة جدا، يا ريت تقدر تكتبون كتابي. لا تخاف على المستمعين كلهم يكتب. أيوة. ما شاء الله. إذا كان للمشكلة حل فلا داعي للقلق. يا سلام. إن لم يكن لها حل فالقلق لا يفيد. يا سلام. عيدة. تمام. جميل. طيب. إذا كان المشكلة حل فلا داعي للقلق. ما في داعي للقلق إذا ما في مشكلة. طيب إذا ما لها حل نفترض إنه ما لها حل، القلق شو بيفيدك؟ ولا شيء. القلق بيخلق لك مشكلة تانية. أيوة. تمام. فصرت جميل. الآن وصار عندك مشكلة بلا حل. إذا ما في أصلاً قلق لازم ما يكون بوارد بالك أبداً نهائياً. القلق كيف نجيب شمعة مثلاً، بنقول إن هذه شعلة الشمعة لازم تضيء الغرفة. صح. نعم. لكن أول ما تعتريها شوية هواء وشوية اهتزازات، يا بتنطفي يا بتعطيك أخيلة، بتخيلك وبتخليك تخاف أكثر. صح. ما بتعلك حل ابدا نهائيا. صح 100%. الذهن لحتى يشتغل صح ويقدر يفكر ويوعى ذاته ولا يوعى المشكله ولا يوعى الحل ولا يوعى الخطوات، مفروض يكون صافي بقدر يقدر. يا سلام. طبعا في ناس حتقول لي لا تنظر علينا مشان الله، تعال عيش الظرف تبعنا وهم تبعنا بعدين احكي اللي بدك اياه. طبعا انا شغلتي بالاصل استشاري. نعم. فانا بتقبل كل وجهات النظر وكل انواع الغضبيات وكل انواع النزقيات وكل انواع ما بعرف ايش الاخري، ما في مشكله. ونقول له معك حق، صح نظريا أنا فعلاً عم بنظر، لكن واقعياً إيش حتستفيد الآن من هذه النرفزة؟ إيش حتستفيد من حرق الأعصاب؟ صحيح. ما منستفيد شيء نهائياً. صحيح. أنت كان عندك شبح مشكلة، جوالك الوحيد عم تشتغل عليه، طرقته طرقة، كسرته، قسمته 4-5 أقسام، إذا تحل مشاكلك بالجوال راح عليك. بالضبط. خسرت زوجتك، خسرت رفقاتك، خسرت النزقية، هي ما بتفيد شيء نهائياً. فأولاً نسيطر على وحشك. وحش هذا. أيوة. طبعا حلو هذا، سيطر عليه. حلو سيطر على وحشك بطريقه على وحشك. وحشك. تمام يا لطيف. طبعا هذا نمط من الناس، قلت لك في الثاني بالعكس، هذاك انسحابي وهروبي خلاص، هذاك تبع قلع ما مطلع. ابدا انتم. أيوة. ساعدونا، انتم ضبطونا، معيتكم بعيدكم. أيوة. الى اخره. بيفش زوجته لتحل المشكله، بتفش اولاده وبيحكي مع اخواته وبيحكي مع الجمعيات، المهم انه انا ما دخلني، انتم. أيوة. حلوا عندنا مشكله، انتم حلوا. جميل. لا هذا صح ولا هذا صح، بدنا نعرف فعلا بعد وعي المشكله كيف بدها. شوف انا الناس قال عنده وجود مشاكل 5 انماط. تمام.
هذول بدهم كتابه برضه. شباب يلا. أنا اول نمط بقول هناك عدد لا نهائي من المشاكل لكل حل. عدد لا نهائي من المشاكل لكل حل. انت بتعطي حل بيطلع لك مشكله، بتعطي حل بيطلع لك مشكله، ما بده يحل مشكله هو بده بس ما دران. سبحان الله هيك مركب، نقول له تعال ناخذك رحله على جزيره الاميرات، بركي نزل مطار اخي بناخذ شماسي، وبركي ما فتحت الشمسيه يا اخي، بلا ما تفتح الشمسيه مو مشكله، نحط لنا الكيس نايلو وبركي ترى كم بتعطيه حل بتطلع لك مشكله كم. طيب هذا رقم هذا واحد. هذا واحد. اثنين اسمه لا حل، فورا دغري بتقول له حزرك حزيره تفضل عجزت، بتعطيه اول ما تعطيه الحزيره عجزت، فكر اعطي نفسك بس فرصه تفكر ولو ثانيه دغري عجزت ما شاء الله عليك. نعم دغري عجزت للاسف الشديد، في هذا نمط من البشر. نعم. عجزت ما عندي حل. طيب في عندنا ناس تبعت الحل الوحيد، خلاص بتعود من زمعة اصفاره انه هذا الحل اليتيم اللي عنده، هو على الفاظ وكلمات وبتزيد تستدل بالله عندنا حل وحيد ما في غيره، ما في غيره ازعل منك. طيب ماذا لو ما نجح هذا الحل الوحيد؟ ما في غيره، فات 700 حياة. تمام، ورجع لقائمة العاجز. تمام. طيب رقم أربعة هذا أحسن شوية، اسمه هناك بدائل وخيارات، ألف باء جيم، ما نحلت بالطريقة بنحل بالطريقة، ما نحلت بالطريقة بنحل بالطريقة، وهكذا. وهذا جيد طبعا بالنسبة للقياس للقدامة، يعتبر جائع ومتقدم، لكن ما هذا الذي نريد أن ندربه. نحن يعني مندربه مندربك على الحل رقم خمسة، هناك عدد لا نهائي من الحلول لكل مشكلة، اللي هو عكس رقم واحد. أيوة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. هلا أنا بجوز أنا ما كنت بعرف السؤال، لكن بعطيك آلية كيف تفكر، كيف تحلل، كيف تشوف الحدث، كيف تجزئه، كيف تسيطر عليه، كيف كذا إلى آخره. فهناك عدد لا نهائي من الحلول، وبداية ليس هناك فشل. هذا موضوع مهم جدا. جميل. حل واحد ما زبط ما اسمه فشل، إنما هي تجارب وخبرات. أيوة، أخذنا دروس مستفادة. أيوة تماما. جميل. فأنا كيف ما تصرفت لشوف الأمور بطريقة إيجابية. حلو. عزبت نحن كمسلم بالأصل، ما يصاب المسلم من منصب أو وصب حتى الشوكة يشاكها إن صبر لها عليه أجر. يا سلام. هذا على مستوى الروحي وعلى مستوى المعلوماتي. الضربة اللي فعلا ما كسرتك بتقويك. بتقويك. نعم. تمام. نعم. فاحكيها كيف ما فتلت، حتلاقي انه فعلا اذا كنت انت شخص ايجابي ما في مشكلة اللي حتفيدك، وربما مشاكل تجر عليك فوائد والله بحياتك ما كنت دريان فيها ولا وعيانها ولا متخيلها نهائيا. قد لا تبدو على المدى القصير دكتور، لكن أيوة. هاي الفوائد قد تجي على المدى المتوسط او الطويل. بالضبط، وبالذات اول شيء ما قلت لك الحالة الايمانية لازم تكون لدرجة. يا سلام. ما لازم ننحي ابدا الناحية الايمانية، عجبا لامر المؤمن ان امره كله مو جزء منه، كله لخير. صابته سراء شكر، صابته ضراء صبر. طبعا بده يصبر لحد ما يشكر، هيدا معلومة جديدة نضيف لك اياها. يعني ما انه حاله انه نكون انا بس تبع صابر وخلصنا، لا ما مشي الحال. أيوة. اكيد في حل، بس من هنا نوصل للحل في فترة زمنية، فس نيسره لليسرى. هاي الس هيدا زمن بده شوية وقت، بده شوية وقت لحتى تنقلب الى شكر برضه. يا سلام. سبحان الله. والامر اذا ضاق اتسع، مستحيل ربك يخنقك خنقك. طيب دكتور بدنا يعني تعرف انه ضيق الوقت. نعم نعم انا عارف. بدنا هيك بدقيقه دكتور انه نوجه يعني نصيحه للشباب اللي عم يشتغلوا ساعات طويله 10 ساعات و12 ساعه، لما هن بمجال عمل ويجي الباترون هم بسموه الأسطى. نعم. المشرف عليهم. نعم. نعم. يضايقهم بالشغل وكذا وفوق راسهم وما عنده يمكن شغل اخر يعني في ضيق، شو يتصرفوا مع هالمشاكل دكتور؟ هلا انا ما بدي هيك، انا حطينا هلا نحن العربي قبل الحصنه. تمام. أيه. وبعدين نقول عندنا مشكله. طيب ما لازم نكون هيك. نعم، خلينا نقول انه انا انتقلت لبيئه ما عندي شغل فيها وما عندي موارد رزق فيها. يا سلام عليك يا دكتور. فهذا اولى من نقول والله انا اشتغلت شغل اصلا ما بيناسبني. يا سلام. مثلا يا سلام. فنحن عندنا مشكله حقيقيه، اصحاب الشهادات تعطلوا في تركيا ما بيجوا يشتغلوا، واصحاب المهن هن اللي يشتغلوا اكثر 100%. فصار حتى اصحاب الشهادات يقولوا يا ريتنا ما درسنا كمان. نعم. هذا مشكله، لا بدنا. نعم. هي ولا بدنا هي. نحن الان. نعم. نواجه مشكله باذن الله مؤقته، باذن الله ستحل مع الزمن باذن الله. ضروري كتير افهم انه انا اصلا الله سبحانه وتعالى خلقني مو مشان مهنه، وخلقني مشان رساله. الله الله. تمام. في عندي رساله، هذه الرساله ينبغي ان تؤدى. الموفق من جمع ذهنه وعقله وفكره واستعان بالله سبحانه وتعالى ان يعطيه مهنته وتكون رسالته مع بعضهم البعض بنفس الوقت. جميل مثلا. جميل. طيب. الحمد لله. هذا الحكي برد برجع بقول النقطه الاولى، اولا لازم توعى ذاتك انت لشو، ضع الشخص المناسب في المكان المناسب قبل ما اتورط انا لا بعمل ولا بغيره. الرزاق رب العالمين، ان ما لقيت هالمهنه حلاقي هالمهنه، ما لقيت المهنه عندنا هالمهنه. ما تدفع نفسك في اطار مهني اصلا انت لا تطيقه،
انت مجرد استاذ لا يحكي معك لا القسطة ولا يحكي معك حدا، مجرد تواجدك في مكان انت بالاصل تجد نفسك انك ما بتفهم فيه او ما لك علاقه فيه او ضد شخصيتك او ضد رغبتك او ضد مدري مين، حتضل طول وقتك مشكله انت اصلا. انت أيوة. بكل وقتك مشكله اصلا. اذا ما اظهرت انه قلت لهم يا عالم عندي مشكله، عندك حنق وعندك غضب وعندك عصبيه وعندك مدري ايش، حتى هذا المؤقت نفسيتك انت وفايت على شغل مو شغلك وعمل مو عملك ومدري ايش الى اخره، وبقول لك عوض ما نشحد وعوض ما نعمل عوض ما نساوي، للاسف الشديد حيطلع عندنا مشاكل جسديه. انا ما في ما في دكتور معلش ما في ما في اسمه ما في يعني ما انا عم اقول لك واقع انه هن الشباب عم اقول لك يا اخي انا كنت صاحب محامي نعم. هون ما بدي اشتغل محامي صحيح. شو بعمل صحيح. مو شرط تشتغل تشتغلي بالذات اي اشتغل شغله بهواها نوعا ما عندنا فرص كثيره جدا جميل. انا شوف انا بشتغل بجمعيات كثير من ضمنها شيء اسمه رفع البطاله قيمك من نحن على البلد غير انت كل بلدك ممكن تعاني من بطاله صحيح 100% انا ما بقول في بطاله بقول في بطال ما في بطاله في بطال الله يعني الله. في ذهن في عقل ما اشتغل صح بطريقه صح. في ناس استعجاليين لانه جاع دغري اندفع لاول شغله طلعت له بطريقه وهي لا بتناسبه ابدا لا من قريب ولا من بعيد. انك تختار اصلا شيء انت بتشعر نفسك انك انت ملزم انت الزمت نفسك فيه، انت ما شغل ذهنك بطريقه صحيحه. اذا دكتور كانه نحن عم نقول للساده المستمعين اللي عم يواجهوا هاي المشاكل انه انت ما ترمي نفسك معلش على هالمصطلح دكتور بالتهلكه في مجال كرمال انه ما يحكوا الناس عني اني قاعد بدون شغل مثلاً. ما يحكوا الناس عني انه والله حدا عم يعطيني ما نعم. يحكوا عني قوم انا اكبت على نفسي واخلق مشكله لنفسي كرمال نعم. الجو العام والجمهور الواقع الواقع عملك في عملا ليس بعملك سيخلق لك 700 الف مشكله حترجع مزعوج تتفشش مرتك تفشش اولادك دكتور لما تشتغل بمجال مو مجالك رح يخلق لك الف مشكله. انت ركز على جانب واحد يجي رب العمل يهينك مثلا لا لا حبيبي انت بترجع على بيتك حتفشش مرتك انت ما عم مستمتع بحياتك انت عم تاكل انت معصب اصلا صحيح. حيطلع عندك كولون عصبي وحيطلع عندك بيت يعني مصيبه وصداع وشقيقه ومدري ايه. نسال الله سبحانه وتعالى دكتور انه ييسر لي جميع الشباب وتكون فعلا كل ما ذكرته. انا انصح كل من سمعنا انه هي الحلقه يرجع يسمعها على هدوء وبراحة بال ويعيدها مرة واثنين ويكتب جميع الأفكار اللي ذكرها الدكتور لأنه حقيقة كل كلمة وكل جملة ذكرها الدكتور حقيقة من ذهب ومنهج حياة ومنهج تفكير لحل المشاكل. دكتور سامحني الوقت أنا ما عارف أسعفنا عشان هيك لازم يفوتوا عندنا على صفحته إذا حبوا بإذن الله يفوتوا عنده 600 مادة عنده أقل مادة طويلة عريضة لها علاقة بالفن بس حل المشاكل على الفيس أو على اليوتيوب على اليوتيوب بيلاقوا على الفيس يعني يكتبوا حمزة الحمزاوي على جوجل حيطلع لهم كل شيء حيطلع لهم تويتر فيسبوك إلى آخره لكن يفوتوا على الأقل على اليوتيوب حيشوفوا في عندنا سلسلة لها علاقة بحل المشاكل أصلا كيف تواجه مشاكلك. دكتور حمزة الحمزاوي الخبير الاستشاري في علوم التفوق والتطوير الذاتي والمؤسسات أسعدنا حقيقة وأنا شخصيا استفدت كثير. الله يجزيك الخير وبارك فيك حياكم الله دائما. الله يجزيكم الخير وحد بيقولوا يعني ختامه مسك لكن احنا لقائنا الاول مسك يا سلام. كيف بده يكون ما شاء الله عراسي اللفت الرائع دكتور. أعزائي المستمعين والمستمعات بعد الفاصل نرجع ونتواصل خليكم معنا حياكم الله.